هل هي حيلة ستؤتي أكلها هي التي اتبعها الحزب الديمقراطي بترشيحه هذا المرشح المفاجئ لتحدث هذه الحالة؟ وهل حالة الانقسام التي حدثت حول شخصية مكارثي كانت متوقعة في الأساس؟ أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفيك الكرام والمشاهدين الكرام. بعد أن جرت الانتخابات النيابية في شهر نوفمبر التأم أعضاء مجلس النواب من الحزب الجمهوري وصوتوا على كيفن مكارثي على أنه سوف يكون المرشح. تبين فيما بعد أن هناك عدة أعضاء من المجلس الذين يمثلون الفئة التي يرأسها الرئيس ترامب، وهي كما ذكر تقريركم ماجا، ميك أمريكا جريت أجين. هؤلاء الأشخاص منهم من لا يريد أن يصوت مطلقا لكيفن مكارثر، ومنهم من يريد أن يصوت بشرط أن يرضى ببعض شروطهم. مثلا كما ذكر تقريركم أن شخص واحد في أعضاء مجلس النواب بإمكانه أن يطلب التصويت على تنحي رئيس مجلس النواب. إلى الآن كيفن مكارثر لم يوافق على ذلك. فإذا لا نعلم كيف سيكون الوضع، ولكن المهم فيما حصل في الجلسة الثانية اليوم يشير إلى أن هناك وجوها لم تكن مرشحة لرئاسة الحزب الجمهوري، مثل جيم جوردن مثلا. جيم جوردن لم يكن مرشح على الرغم من أنه تنافس مع مكارثر في السابق على قيادة الحزب الجمهوري. لذلك علينا أن نتريث في الوقت الحاضر ونجد ما سوف يحصل في الجلسات القادمة.